استيقظ المغاربة على يوم جديد وعلى زيادة جديدة في أسعار المحروقات من البنزين ومن الغازوال لأنهما الأكثر استخداما مغربيا. العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أشعلت أسعار المحروقات وفق سائق سيارات الأجرة في المغرب. غالي بزاف كاع ما كرهناش نقصوا عاوتاني شويه، ولكن ما عندك ما دير، هادشي دابا عالميا. تفاجأت بهاد الزياده، تصدمت، ما جيت بزاف اخويا، شي ما بقاش يبقى لنا حنا والو، خدامين على البومبا ولا مول الطوموبيل، حنا راه كنديو غير البركه وصافي. دابا حنا خدامين غير على المازوت، خدامينش على شي حاجه اخرى من غير هذا. قبل كنا كانت 8 دراهم 7 دراهم ونص 8، كنا كنغامروا ونتعاونوا مع الناس، ودابا ولات مشكله. قرر المغرب في العام 2015 رفع الدعم عن المحروقات، ولكن تأثيرات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رفعت أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية، فقررت الرباط التدخل بدعم مالي لقطاع النقل لتخفيف الضغط المالي على المواطنين. الحكومة الآن يعني بصدد إعلان واحد المنصة اللي غادي تخرج قريبا، والهدف منها هو أنه غتمكن جميع المهنيين من مختلف الأصناف أنهم يتسجلوا باش نحددوا بالضبط يعني الاحتياجات اللي ممكن تطرح في هذا الإطار هذا. ومع المخاوف من مواصلة أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعها بسبب استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ترتفع الأصوات التي تطالب الحكومة المغربية بإعادة الدعم على المحروقات إسوة بالمواد الأساسية المدعومة كالدقيق وغاز البوتان. عادل الزبيري، العربية، الرباط.